والله انا اليوم عزمتك لعندي على البيت تخليكي تطبخي. انا بعرف انه انت ما بتطبخي ولا شيء ابدا، فانا محضرت لك مفاجاه. طيب حخليكي تصيري كل يوم تطبخي من جد. يب، شايفه هالمولينكس كوكيو؟ ايوه، هي حتكون رفيقتك بالبيت من جد، حخليكي تطبخي كل الطبخات. طيب وانا بعرف انك انت بتحبي داوود باشا الاكل معروفه، بس دائما بتقولي لي صعبه 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 ما بعرف اعملها. فاليوم شو رح نعمل؟ رح نعملها بطريقه سهله، رح تعدي للعشره رح نكون خلصينا للاكله. انا بطبخ يعني؟ رح كل شيء انت حتعملي. اوكي، كرمال المره الجايه بس روح لعندك انا شو تطبخي لنا انت. طيب من اوكي يلا خلينا نبلش. آية، رح أعلمك اليوم المولينكس كوكيو كيف تشتغل. أوكي. حتشوفي إنه رح نعمل أكلات من كل أنحاء العالم، إنترناشونال والمأكولات العربية، بهيدي اللي شايفتيها. حتقدر تطبخي فيها تقريباً فوق 100 وصفة، 50 منهم إنترناشونال و 50 منهم من مأكولاتنا العربية اللي نحن منحبهم، في من المطبخ السعودي مرة حلو طبعاً، وفي عنا المطبخ الأردني والمصري واللبناني والكويتي، وكمان فينا ننزل الآب، الآب فيها 100 وصفة، فشو بيكون المجموع عنا 200 وصفة، 100 موجودة بالمولينكس كوكيو و 100 موجودة بالآب. مرة حلو. بالعادة كل الديفايسز بيكونوا فيها بالإنجليش. أوكي. فمولينكس كوكيو جايبتنا العربي هالمرة. مرة حلو. آية، حنشوف السكرين حتعطينا الوصفات والمكونات وكل شيء رح تشوفيه هلا خطوة بخطوة رح نعمله. نحن اليوم قلنا حنطبخ شو؟ داوود باشا. داوود باشا. فحنكبس على الوصفات. اوكي. نحن شو عنا داوود باشا؟ هي وجبة رئيسية، شفتي المقبلات والحلويات، فحنروح على الوجبة الرئيسية. هلا حنفتش على داوود باشا لتطلع لنا ونشوف كل الخطوات. شوفي عنا ورق عنب بزيت، شوربة العدس بالدجاج، يعني عنا تقريباً واو. هون آية غير الابليكيشن عنا 100 وصفة من السمك للدجاج للحمة للشوربة، وهي آية لقينا وصفة داوود باشا. أوكي، إذا بتشوفي على السكرين مكتوب 2، 2 هي معناتها لشخصين، إذا بتعلي هيك بتطبخ لك لثلاث أشخاص، لأربع أشخاص، لحتى ست أشخاص، يعني أنا اليوم لأنه أنا وياكي ححطها لشخصين، أوكي. بس بعدين ممكن up to ست أشخاص، أوكي؟ أوكي. حنكبس أوكي، ورح نقول تحضير الداوود باشا. الحلو كمان آية المميز بهالمولينكس كوكيو هي إنه بتقلك المقادير، بالعادة يعني أوكي. أنا لأني بطبخ أنت هلا حتتعودي تصيري تطبخي تتلخبطي اوقات بالمقادير، يعني بتحطي هلا هون بتقلك بالضبط قديش الكميه. اوكي، فمثل ما شفنا عندنا اللحمه عندنا البصل هلا رح نحضرهم، فبتقلك كل المقادير قبل حتى انت وقاعده. اوقات آية مثلا مش ضروري تكون على الماشين، تمسكي الاب وبتصيري تشوفي مثلا الاكل بدك تحضريها، بتصيري تعرفي مسبقا شو لازم تجيبي اغراض وتحضري. اوكي اوكي يلا. فهلا رح نقول هل ترغبون في بدء الوصفة؟ نعم. فهون بتحط لك خطوة بخطوة شو لازم نعمل. أوكي. لنبلش بطبخة داوود باشا. يلا أوكي؟ مستعدة. يلا. أوكي. رح نبلش قبل اللحمة نحط أوكي. عليها البهارات، بعدين رح نعملهم هيك كرات، بس بدنا نجيب بليز القفاز. القفاز. أوكي. يلا ونبلش. حنحط مرة جاي أنت رح تعملين إياها. أوكي. هنحط البهارات مشكلة، هنحط القرفة. أوكي. شفت الكميات محددة إيه؟ يعني ما أوكي. عندك مشكلة تعرفي قديش بدك تحطي وقديش بدك تزيدي. هنحط شوية ملح، يلا حط الملح. يلا رح شو نعمل؟ نبلش ساعدك، يلا بلشي أنت. أوكي. كده كويس؟ يلا أنا هعمله. بس آية بليز جيبي لنا صحن لا أنا أعملهم كريت. يلا رح أعطيك. هلا فينا نعملهم صغار كبار حسب كل واحد كيف بحبهم، أنا بحبهم متوسط. مهم.
هيا هلا شو حنعمل؟ حنسخن المولينوكس كوكيو لنحط الزيت. وإذا كل شيء بتسألك هل ترغبين في التحمير من قول يس. شوفي هلا غمضي عين فتحي عين رح تسخن. اوكي يلا انا هحطهم انت خلطيه. اخلطوا مع هذا يلا سخن شفتي؟ ايه بسرعة. يلا انا هعمل واذا بدك انت لنشوف اذا هلا عطت. يلا بعد بدها شوي. شوفي آية كيف احمر بس توصل احمر لهون بنحطه. هو احمر هنا. اوكي ايوه بالضبط. اوكي هلا عم نعمل النشا كنا نحطهم بعد ما نحط البصل وال لا هلا صار فينا نحط الزبدة والزيت. يلا اوكي هاي الزبدة. يلا اوكي حط الزيت لانه بيساعد. هذا الزيت هاي هذا هو. اوكي يعني اذا بدك تحركي الزبدة بس هلا هي اوريدي سخنة رح باقي شوي. هاي باقي شوي بعدين بنحط اللحمة. صايرة شيف. حتصيري شيف من هلا ورايح على طول. حتطبخي عم بقول لك كل يوم حتصيري تعملي اكلات. حننطرهم بعدين حنشيلهم. آية جبين لنا فليز الصحن لبس يخلصوا بنشيلهم. شو آية؟ خلصوا؟ ايه خلصوا. يلا خلينا نشيلهم. فهلا بنفس المرقة اللي طلعت لنا رح نحط البصل فوقه كرمال يتشرب البصل بمرقة اللحمة على طول؟ الزبدة والزيت على طول. اوكي يلا باقي واحدة. يلا هلا شو بنحط؟ البصل. ايوه هلا هيك انا بحب الملح فحزيد شوي ملح. بحس الملح بخلي البصل يستوي اسرع. نحط معجون الطماطم معهم. ايوه حطيهم كلهم هيك لتطلع تقيله سميكه وطيبه. اوكي رح نحط كمان المرقه. ايوه هيا شوفي لنا شو صار بالصوص هون. هلا اوكي غلي. هلا رح شو رح نعمل؟ رح نرجع نحط اللحمه. يلا شو هلا كيف حاسه؟ سهله فين الان؟ سهله وسريعه. سريع اللي كل طبعا اللي كل الخطوات. يلا هلا حنعمل حنكبس. اوكي كمان شو حاطط لنا؟ شوفي اي كل شيء يعني حاطط لنا بنزيد شو عصير الليمون اللي هو هيدا. اوكي نكبس. اوكي اوكي كمان يضاف خليط الذرة. بنحط الخليط اللي عملناه باول شيء كله محلو مش من عندي آية من ورا مولي نكسوكيو عم تقلي شو بدي اعمل. اوكي نكبس. اوكي عطيتنا الطهي حتى بتشوفي بعطيتك 10 دقائق طهي 10 دقائق 10 دقائق بهالوقت شو بنعمل؟ بننظف شوي هون نشيلهم. يلا هيا وهيك بنكون خلصنا طبخة الداود باشا اللي كنت مفكرتيها كتير صعبة. شفتي بعشر دقايق عملناها سهلة وسريعة كتير. اوكي هلا رح نزين. اوكي لانك بتعرفي هيك الزينة بتطلع حلوة. يلا شو الطبخة رح تطبخي لنا اياها الاسبوع الجاي؟ كبسة سعودية. كبسة اللحم. شو رايك؟ كبسة اللحم خلص حتشوفي ما حتصدقي انه حنطبخها بعشر دقايق. طيب